عسلامة عسلامة، إن شاء الله تكون بخير. رجعتكم فيديو جديد، فيديو الكيك وكاكاو وفاني، حاجة ياسر بنينة تنجح لفطور الصباح، تنجح هكا سورتو تهزوها معاكم من البحر. كملوا تبعوا وتفرجوا. بالنسبة للمكونات، تسحقوا كيس سكر، كيس زيت عبيت الشمس، كيس حليب يكون بحرارة الغرفة، 4 عظمات كيف كيف مش باردين، شوية روح الفاني ولا سكر فانيليا كان عندكم، ساشي خميرة متاع جاتو، قرصة ملح، مغرفتين كبار كاكاو مر، وعندنا الفرينة تقريب 2.5 كيسين. أول حاجة نبدأ بها نركضوا العظام، الـ4 عظمات دو بريفيرونس ديما اتفقصوهم وحدهم، ونحطوا السكر. هنا نستعمل كيس سكر، كيس عادي، ونحط شوية فاني كان عندكم سكر فاني، ولا تحطوا شوية من هذا باش نحيو الصفار متاع العظام. تجمز ده حتى كان ما عندكمش فاني، تحطوا شوية زيست متاع سيترون يبنن على. انا في المرحله هذيا استوفيت الفرينه اللي عندي 2.5 كيسين. باغ كونطخ نحسها مازال تستحق فرينه، ديجا كي نكتبوا رقم 8 يغرق. ريتو كيفاش نورمالمون ما يغرقش، ناقصه يعني شويه فرينه باش نحط 2-3 مغارف اخرين. توا بيان سور نغربلهم كيف ما غربلت الاخرين. باش نجربوا فاست 8 مرة أخرى ونشوفوها تقعد شوية ولا طول كيف قبيلي. فوالا تقعد، درتوها كيفاش، سي كو سي بون الفرينة تو هاكا التكستور كيفاش، لا هي عاقدة برشا لا هي خاطرة هاكا. فوالا واضح نورمالمون في الفيديو، هذه هي التكستور نتاع الكيك نتاعنا. تو شنو باش نعمل؟ بيان سور خديت المول نتاعي ادهنتها بالزبده، ومن بعد رشيت عليها الفرينه ونحيت الزيت. طيب باش نصب كميه نتاع الجاتو نتاعي. ولا هو يسرح وحده، باش نخلي شويه منه باش نزيدو الكاكاو. تاج مستغنيه عليها مرحله الكاكاو، ما يبان ويزين اون بلوس، باش نخلي برشا شويه ولا. فوالا هنايا كمان حطينا الميلانج نتاع الكاكاو نتاعنا، جوست ناخذو كوردون في اخر مرحله ونحاولوا هكا ندخلوا الميلانج باش يجينا هكا منظر مزيان. والفور بيان سور مسخن، نقبيلي قاعده نسخن فيه على 180 درجه، ومن بعد كي ندخلها نقص شويه في التمبيراتور، تقعد بين نصيف ساعه و 45 دقيقه. فوالا الكيك نتاعنا ما شاء الله جات توا قلبتها، باش نخليها تبرد. سينون تنجمو ترشوا عليها رشه سكر غلاس تو سامبلومون، ولا تعملوا لها غاناش شوكولا، تاخذوا شويه كيف ما باش نعمل انا كريم فريش وشوكولا ونزينوها بالفريز. وفوالا الكيك نتاعنا زينتها كيف ما قلت لكم، حاجه بنينه على الاخر، سهله في ساعه تحضر، ما تتكلفش سورتو يعني مكونات في الدار اللي هما زيت حليب فرينه. ننصحكم تجربوها وترجعوا لي بالغتور. بسلامه.